السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقع حادث مرور خطير قبل قليل في إصابة 3 أشخاص بطريق رابط ما بين بلدية النخلة والبيضة في اصطدام شاحنة من نوع سوناكوم K120 بشاحنة صغيرة من نوع هربين ديفيام قرب بارك بصبيع المحاذي للمستثمرة الفلاحية بالنخلة. ربي شفيهم يا رب، والحمد لله على سلامتهم. لسلامتكم وسلامة جميع سوقوا بحذر.